السلام عليكم كليان ديالنا. كيما العاده اليوم عندنا لكم واحد الدوبيس غزال كيما ولفناكم، ولكن في واحد اللمسه زويونه. تفضل معنا السي حسين. المنتوج الاكثر طلب حاليا السي حسين هي المليفه تيسيو ديال لا سيزون. دابا كاين اللي كتبغي الرقيق ادمي سيزون كتلبس على طول العام، كاين اللي كتبغي المليفه كشمير دو فاز مساله الذوق. هذا حبيبي مليفه رقيقه ادمي سيزون غزاله مع القميص ديال لاصوا ديال حرير. هذا الثمن ديالو غني على التعريف 4000 ريال، والمليفه كذلك وميشه 4000 ريال. اليوم غادي يكونوا دو بيس ان شاء الله اوف كيف العاده. شحال السي حسين؟ 350. الله يجعل البركه، الله يجعل البركه. دو بيس 350 درهم ثمن غزال، تعزلي مع راسك تبرعي في ملوينات رائع. مارياج ما نهضروش عليه، شهيتي انت شي تناسق في شهوتك شي لوين ما كاينش المشكل. هادي حبيبي غنطلقوا لك، هادي نطلقوا لك الاولى ومن بعد باش نوريوك اللوينات. مرحبا. باش نعطيك فكره على المارياج. لا المارياج ما كنتذكروش، ما كنتذكروش عليه انا حبيبي. غادي يجلي الباب بالقميص، بغات دير شلابه في قلب شلابه كيف ما بغاتو عشقات، تبرعي مع راسك انا حبيبي. انا تبرعي ليا مع راسك. شلابه في قلب شلابه، شلابه في القميص كيف ما حبات عشقات، تبدا تلبس وتبرع. بغيتي الطرزيه هذه بهاد اللوينات، بغيتي تخدمها غير بالمعلم ودير لها هذه قميص بالراندا، كيف ما عشقتي بدعي وتبرعي ولبس. سالينا غير الجوده والثمن وحسن التعامل. الوغ هذا الدو بيس الاول السي حسين باش نبرعوك في الشكيله. نعاود نذكروا بالثمن 7000 ريال، الله يجعل البركه. انا حمار. هذا بلو خوا شي حاجه غزاله تا هو، انيقه وشميع. 7000 ريال ثمن جد مناسب، الثمن راه كيبقى هو سواء في شي واحد ولا جوج ولا ثلاثه. هادو النقاط غير كنحاولوا نوضحهم في الفيديو باش نسهلوا عليكم ونسهلوا عليك. انت دابا السي حسين ملي تشوف لي هاد الخير هذا، انا الراي ديالك على هاد التناسق بالالوان وعلى هاد المارياج. شنو قلت لك انا في البدايه ديال الفيديو؟ اش قلتي لي؟ قلت لك اخويا التناسق والطروا ما تيني لا يعلى عليه. ما دويش على الساندويتش. لا لا الهوت كام اخويا، الهوت كام، الهوت كام ديال انا حبيبي 7000 ريال شي حاجه غزاله. هوت كام ديالنا هادي، شي حاجه غزاله. هوت كام شفت احنا مع الموجه، ماشي ديال الشركه ديالنا. هوت كام ديالنا، هوت كام ولا الهوت كام؟ المهم مقصود واحد. انا حبيبي عشاق البيج الكريمه، شي حاجه غزاله غزاله الصراحه. 7000 ريال الله يجعل البركه. راه كي قلتها ونعاود نقولها، راه المنتوج الاكثر طلب السي حسين هي المليفة إيطالية الرقيقة، كتماشى في قفطان في جلابة، تلبسها في الشتا في البرد في الربيع في الخريف، كتبرع فيها. أغلبية كتقول لك باقي ما كاينش ذاك البرد، باقي ما كاينش ذاك الشيوة، غير شي شوية بيكون خفيف. احنا على راه الإشارة، أنت أمر يا مدام وحنا معاك على راه الإشارة. شوف معايا الزوبق هذه شحال غزالة، شي حاجة أوريجينال السي حسين. أهم حاجة كي قلت لك هي الجودة والثمن يكون مناسب. من ناحيه الجوده راه مضمونه، غسل اللي مجربينها وخادمين بها. الثمن راه الثمن تنفكروا فيه 1000 مره عاده كنحطوا لا فيديو. تبغوا نديروا شي حاجه اللي في المتناول ديال الجميع، اللي شهوتها تلبس تشري ليها ودنياتها اولا تنوع دير جوج ثلاثه تجليبات. انا حبيبي شوف معايا المارياج، راه الالوان خيال العين ما استحس. انا حلفت نبرعك في هذا الفيديو هذا باش نحط لك شي حاجه اللي غزاله وفي الشهوه. يعني هاد الفيديو هاد التناسق هاد الفيديو والله الا في الشهوه. انا حبيبي محبوب جماهير كاشير، اللي بغا يفرح امي يمشي يشري جليبه وقميص، بغا يدير لها شي لوين كلاسيك تبرع ليا مع راسك. شوف ليا الجليبه كيفاش غزال. انا روعه روعه روعه، لوحه فنيه. انا حبيبي شوف معايا هذا الجاب قميص محبوب جماهير تا هو، شي حاجه غزاله غزاله غزاله. انا كي قلت لك القميص تقدر من بعد دير له سوز، دي تقدر تاخذ له جليبه داك الخيط. مثلا دارت هذا القميص يتماشى مع هذه اللوينات الجلال، هذا هو لافونتاج ديال لامبريمي، تيكون شي حاجه اللي يوتيليزابل في هذه وهذه. اللي بغات تاخذ مثلا عجبها غير القميص، مثلا عجبك هذا بغيتي تاخذي مليفه في شي تون اخر، ماشي مشكل، تواصلي معنا ونصوروا لك لاكام وتعزلي مع راسك. شوف معايا هذه اللوينه شحال غزاله، روعه 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 روع. صراحه لوينات غزلان صراحه طوب، كاليتي ممتازه. الناس اللي ديجا خداو من هاد السليعه وشفتي هاد لا فيديو ما كرهناكش تخلي شي كومونتير زوين باش تشجعي ناس اخرين حتى هما ياخذوا. ها هو سيد الالوان، ما نسيناش الشهوة. حاضر ناظر. ها قلت لك حاضر ناظر. اسود هذا الشريف مالك الالوان، لا يعلى عليه هاد اللوين، هذا كيبقى ديما مطلوب ديما ملبوس. شوف معايا هذا، شوف
هذاك في هذا الفيديو حلف تنبرع قدامك. انا حبيبي شوف معايا هذا اللون، هذا اللون ديال لا سيزون داك، عرفتي على اللون حزين. شوف معايا حبيبي، شوف انا لوحه فنيه شي حاجه غزاله، انت غزاله غزاله غزاله، ليفه انيقه مع قميص راقي وجميل، شي حاجه طوب لبسي الاناقه وتبرعي مع راساتك وبدي حاجه وحده اللي نوصيك، ابدا علينا في شي موديل زويون باش تلبسي شي حاجه اونيك موديرن ديالك بوحدك. انا حبيبي غوزانديا محبوب الجماهير، حنا علاش ركزنا على هاد لو بتي ميلونج دو كولور، كولور سبيسيال، الوان داكلة مفتوحة باش فهمتي على حسب الأدوار، نتمناو كلشي يلقى له يقول اللي بغا، سواء السيدة سميها مربى بيضة كبيرة صغيرة كيف ما كان تلقى له شغل اللي بغات، واللي عندها شي استفسار مرحبا، اللي عندها شي ملاحظة مرحبا، واللي عجباتها شي حاجة تاهي تخلي لنا على شي كومونتير زوين باش تحفزنا نبدعو في حاجة أخرى إن شاء الله. هذا البلوت جين حبيبي شي حاجة روعة وغزالة، أنا حبيبي لوينات راه ما نهضروش عليهم، تناسق روعه، خلا حسين قال لك تناسق مارياج ياك ولا طروان شنو هي النوطه حبيبي؟ بحال بحال هاك حبيبي تبرع عليا مع راسك، انت واش قلت لك غنبرع ولا ما قلتلكش غنبرع؟ هادشي غزال وتبرع عليا، هذا راه واجب ديالي نبرعك، واجب ديالي نعطيك حاجه زوينه وشي حاجه في الشهوه بالطوق، راه كاين اللي كتجي تجري علاش حسين؟ على هاد المارياج ديال الوان كنتبرع راسك ديك بشهادة الحق سمعتها قدامك ياك ودنك كلشي على على الطروام، عندك تجي تانسبيرا من عندك تاخذ غير فكرة كلشي على الطروام، حنا راه بابنا مفتوح، شوف معايا اللوينة هذا راه كولور جديدة، هذا راه ما دايعش، هذا راه كيبان كري تيبان خضر تيبان قصيبي، لوين راقي الصراحة، زيدو كل الله يجعل البركة. مرحبا انا حبيبي عشاق الالوان الداكينة، كري سوغي ولا كري طوبة ولا كيفاش كيسميوك ولا كيفاش كيبان ليه اللون، هذا تقدر تدخل فيها اللوينات في الطار، تقدر تدخلو في العقير، تقدر دير جلابه هاد المليفه ودير باتشورك في القب والكميمات من هاد ديجيتال، وهذا يجي قميص، او شوف معايا اللون هذا، شوف 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 معايا اللوين هذا السحر، شوف 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 الاناقه والجامع، شوف معايا السحر، ها كتقول لي السلعه شاكره راسك شكسكتي على حسن، كتكون اللوانات كيما كنقولو سبيسيال يدوي على راسو، هاك حبيبي هاك ندوي على راسو، هاك حبيبي هاك الله يمن نساك، هاك هاك خطر لي عويناتك، سقي لي عويناتك وتبرع عليا مع راسك، واللي فرزقها شي حاجه وخدات شي حاجه من هاد لوفخ هادي ولا هاد الفكره بصحتك وراحتك، لان خدات شرط محسن تقدري تاخذي معنا بحاجه وحده الا بارطاجيتي وصيفتيها لصحاباتك وحباباتك، راه بحال تقديتي ولا شكرتينا بطريقتك، هادي احسن طريقه تقدري تشكرينا بها، ياس بارطاجي وتجمجمي وتابوني تنتي وفعلي الجرس باش تنضمي معنا، ومرحبا بك، شوف معايا شوف 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 لي هاد الجمال السي حسين، شوف لي اللوانات اللوانات مبهجين، ملي كتشوف شي لوين تيطلع لك المورال اخي حسين، انا حبيبي زيدك هاد اللوين هذا هذا فيو غوز تا هو غزال ولا غوز كخوفات ولا شوف سميه كي بغيتي، هانت خودو وسميه كي بغيتي احسن، زيدك هاد اللوين هذا مطر شي حاجة روعة تا هو، أنا حبيبي هاك زيدك هاد اللوين هذا، زيدك واحد اللوين آخر تا هو داك الشهوة تا هو، الشهوة أنا حبيبي الشهوة الشهوة بلونكاسي جا حلو باللمسة ديالو بالشهوة جا غزال، حنا هي مشينا له مفتوح بلونكاسي درنا له هاد القميص جا غزال جا رائع عشيه شي حاجه روعه بلا مناقشه، غادي نزيدو هاد اللوين هذا تا هو لوين رائع وغزال وحليلو، وزومي لي على ديطاي باش تشوفو التناسق ديال الالوان كيفاش دايره، راه شي حاجه اللي روعه، كنعاودو نذكرو بالثمن 7000 ريال، العنوان الحي الحسني شارع افغانستان البدايه ديالو الرقم 50 قرب محلات الورد، ما تنساو الجيم والبارطاج والدعم ديال الجيم والبارطاج الاهم حاجه، هذا هو المقصود، واللي خدا شي حاجه بالصحه، واللي خدا شي حاجه بالحسن السردة على الموضوع.